في حبيبي؟ صباح الخير. صباح النور. وبعد ليلتنا اللي قضيناها سوا بتكون مت من الجوع. مزبوط اللي عم تحكي. إذا سمحت تركني انبسط بهاللحظة، بدي طعمك بإيدي. الرجال اللي بيخافوا منك بالمحكمة شو بيقولوا إذا شافوكي هيك؟ شو بدي فيهم؟ المحكمة شي والعشق شي تاني، ويلي عم تحكي عنهم ما بيطلعوا نقطة بحرك. إن شاء الله يفهم البيك هالحكي. رح يفهم مع الزمن، بس بده شوية وقت. سيلين عاملة ضجة كبيرة بالمحكمة، صارت من عائلتكم؟ عرفت الموضوع؟ الكل عم يحكوا عنه. أنت قلت لي إنه أبوك حرم يحب بعد ما ماتت أمك، ونحن كمان هيك مفكرين. كيف شفتها لسيلين؟ أنا ما عجبتني أبداً، بس بابا بده يتجوزها. والله هالشي غريب. أبوك وكل المال والقوة اللي عنده يوقع هيك وقع معقول؟ هي الست ما لم ناس بقله ولا بأي شكل. الموضوع موترني كثير زينة، هذا الشيء خطير مو هيك؟ مجد انت خبرني بكل شيء عم يصير معك، ما رح خلي ابدا حدا يضايقك لاني كثير بحبك. انا جاهزة. وانا جاهز. الو نعم يسرى. ايه سمعت، خبرك شو هالشي بالله؟ شو؟ طيب رح اجي فورا، مو مشكلة. باي. بابا بده يحكي معنا بشغلة مهمة. ايه طبعا، إذا عزيز قال كان حكى كل الدنيا بتوقف. لا تزعلي مني زينة. لك أنا رح أدبر لي شي سهرة مع رفقاتي بدالك اليوم. ليش شو في عندك اليوم؟ اليوم عيد ميلادي، شو نسيته؟ بالله لا تواخذيني نسيته. أكيد بكرة بتعوضه. ما طيب بكرة إلك وبس. ما رح تهرب. معقولة أهرب منك؟ يلا أنا رايح. باي. أمي أنا رايحة لأني تأخرت. طيب يا بنتي، بس دخيلك ديري بالك على الطرقات منيح. رنين. مرحبا مجد بيك. أهلين رنين، اجتمعت ليلة؟ ايه بالصالون هني. يسلموا يا فاطمة. صحة وهنا. مرحبا. جيب لك شاي؟ لا فاطمة يسلموا. شو في؟ لسه ما عرفنا والله. بابا شو الموضوع قول؟ روق شوي علي، في أخبار منيحة. وإلا ما كنت جمعتكم. أحكي بقى، أنت رح تموتنا من فضولنا، شو القصة؟ بصراحة يا جماعة أنا قررت شغلة، وطبعا هالقرار بخص الكل، لهيك أنا جمعتكم لأخذ رأيكم. بخص عيلتنا؟ بخصني إلي، بس طبعا بخص العيلة بنفس الوقت. هلا الشباب ليش عم توترنا؟ شو رأيك تحكي اللي عندك؟ خلينا نرتاح ونفهم شو القصة بقى. ما عم نفهم عليك شو بدك. يعني شو الموضوع؟ خبرنا. بابا قولوا ريحنا. بصراحة أنا قررت إني أتزوج سيلين. شبكن ليش سكتوا كلكن؟ بابا رجع عيد الحكي؟ ما سمعتي؟ عم قلك قررت إني أتزوج سيلين. بابا شو هالخبر الحلو يا عمري؟ ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا روحي. شوفي لي هالتنين اللي قدامك،
صفنوا كأنهم قاعدين بجنازة. أنو جنازة هاي؟ بس من الفرحة ما عاد استوعبنا شو عم تحكي بصراحة. ألف مبروك يا عزيز. شكرا شكرا. ألف مبروك، فرحتنا بهالخبر. شكرا شكرا. ألف مبروك أخي، فرحت لك من كل قلبي. مبين عليكي مو مبسوطة. لا شو عم تحكي أنت، بس الموضوع فاجئنا ما أكتر، ما هيك مجد؟ إذا أنت مبسوط طبعا نحن رح ننبسط. كلنا مبسوطين معناها. شكرا ابني، عقبالك. خبرت سيلين بهالشي؟ لا والله ما عندي علم. أنا في عندي سؤال، بلكي هي ما وافقت، يعني بلكي رفضت أنها تتزوجك. رح أقنعها أكيد. إيه لا، بابا ما بيتقدم لوحدة وبترفضه، بكل الدنيا ما بتلاقي هيك وحدة. أها، وصلك الجواب هلأ؟ بس نحن عم نتناقش. أنت جهزت أمورك؟ لا والله لسه، قلت أنا وياكي منجهز الأمور سوا. منيح سويت هيك، برافو. شو عم تحكوا أنتو؟ موضوع خاص ليش؟ آه. تعرف شو رح نعمل؟ اتصل فيهم يجوا عالشركة. وبيمشي الحال؟ طبعاً، مننقي خاتم على سوقنا. شو رأيك نمشي هلأ؟ طيب. بدك مساعدة بشي؟ شكراً شكراً, شكراً. الله معكم، يلا بشوفكم. قربت نهايتنا، سيلين خانم وقت تتجوز وبدها تدمرنا. عزيز قال كان كل شيء بملكه رح يصير نصه باسم هاي المخلوقة. صحيح فؤاد، شو عم يساوي؟ كأنه نسينا ونام. اليوم حكيته، قال قرب يوصل لشي مهم كتير بس لسه ما خبرني شو هو. القصة قربت توصل للنهاية وانتو شو مستنيين لسه يا؟ هيام تغطي على الزلمة كمان شوي. ايه برجع بجرب. عمتي انت عم بتضيعي لنا وقتنا مع هالاختراع اللي اسمه تحرير. مجد، لسه ما شفنا شي من الرجال، عم يشتغل على البطيء بس رح يجيب نتيجة. طيب تصلي تصلي لنشوف بقى شو رح يطلع لنا من هالقصة. يلا بسرعة. انت في شي معين ببالك صح؟ انا اللي عم فكر فيه اني روح لعند زينة، ما هي محامية. زينة ذكية وبتفهم بهالمواضيع وبتدلنا شو نساوي. حضرتك مقتنع بهذا الكلام؟ طبعا. زينة والله فكرة حلوة. مو بهالسهولة رح تاخدي أموالنا سيلين خانم. ألو زينة. إيه حبيبي. شو عندك اليوم؟ مجد عم تمزح مو؟ لما كنت عندي مو قلت لك إنه اليوم بيكون عيد ميلادي وطالعة أسهر مع رفقاتي؟ طيب بتلغي الموعد. عم تحكي عن جد مجد؟ قلت لك بتلغي الموعد وأنا جاي لعندك فورا، بدي إياكي ضروري. خير. اسمعي، بابا قلنا إنه قرر يطلب إيدها لسيلين خانم. فهمتي هلا؟ رح يطلب إيدها؟ إيه، واللي ممكن تنقذنا من هالموقف هاد هي أنت يا زينة. إيه معناتها تعال عندي ومنفكر بشي حل. بس بكرة بدي أحتفل بعيد ميلادي، عم تفهم؟ بكرة رح خلي إسطنبول كلها تحتفل بعيد ميلادك، بس خلصيني من هالقصة. تمام؟ بشوفك حياتي. يلا الله معك. بتكون شي؟ برافو عليك. أنا ماشي فورا. طيب رح أتصل بفؤاد بيك كمان. تعرف شو لازم تساوي؟ اليوم عيد ميلادها لزينة، طلبي لها قالب جاتو فخم. ماشي. شوفي انت كيف بدك تزبطي، اوعك تنسي انا هلأ رح روح. تكرم حبيبي، لا تشغل بالك. ايه طيب، بدكن شي مني؟ لا إلنا شي حل. ايه لا تاكلها.